تفاصيل مثيرة. أين تقع الأميرة دلالة سلمى وماذا تفعل؟ الأميرة دلالة سلمى ما زالت تعيش في الإقامة الملكية دار السلامة بالرباط، هي التي تقيم فيها منذ زواجها بالملك محمد السادس في عام 2002، تمارس أنشطتها الاعتيادية على غرار الرياضة والسفر، كما تستقبل بشكل مستمر ضيوفها وخاصة أفراد عائلتها، تتمتع بنفس الامتيازات، بينما اختار الملك قبل أشهر أن يتخذ من الإقامة الملكية بسلا القريبة من مطار الرباط سلا إقامة له، وهي الإقامة التي تعود على العيش بها، خاصة وأنه أقام بها لعقود عندما كان وليا للعهد، إلى درجة أن الرباطيين ما زالوا يطلقون عليها إلى حد الساعة إقامة ولي العهد، رغم أن ولي العهد كبر وأصبح ملكا. وكل من ولي العهد الأميرة مولاي الحسن وشقيقتي الأميرة دلالة خديجة يترددون باستمرار ولعدة مرات في الأسبوع على الإقامة الملكية دار السلام، وهم على تواصل دائم مع والدتهم، كما شهدوا في الكثير من الأحيان في رحلات سياحية بعدد من الدول الأوروبية، تبقى أبرزها اليونان، كما أن الأميرة دلالة سلمى شهدت على متن سيارة تابعة للقصر رفقة ابنتها الأميرة دلالة خديجة، وهما متوجهتين إلى سينما الأطلس في شارع محمد الخامس قبالة مبنى البرلمان يوم الجمعة 11 يناير من عام 2019 لمشاهدة أحد الأفلام، حيث ظهرت الأميرة كعادتها أنيقة ومبتسمة وقامت بتحية الحاضرين، كما أن الحضور كان سعيدا بتواجدهما. العلاقة قوية للأميرة دلالة سلمى بأبنائها وبعائلة الملك قوية، مما يؤكد ذلك أن ولي العهد نفسه هو من تقدم جنازة جدة الأميرة دلالة سلمى التي فارقت الحياة في منتصف نوفمبر، والتي تم دفنها في مقبرة الشهداء بالرباط، وكان إلى جانب خالي والدته أحمد بن سودة وعبد المجيد بن سودة. علما أن حفل العزاء حضرته أيضا الأميرة دلالة خديجة والأميرة دلالة حسناء والأميرة أم كلثوم زوجة الأميرة مولاي رشيد، كما حضر عشاء اليوم الثالث لجنازة جدة دلالة سلمى أقطاب وعلماء وفقهاء، مثل ما حضره المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ورئيس الكتابة الخاصة الملكية منير المجدي والوزير عزيز أخنوش والسفيرة دلالة جمال العلوي وعدة جنرالات وضباط في الجيش الملكي، يتوسطهم الجنرال حسني بن سليمان ورئيس الخزينة العامة للمملكة نوردين بن سودة، غير أن المثير للأمر أن لا وكالة المغرب العربي للأنباء ولا التلفزة المغربية اللذان يمثلان لسان الدولة لم يتطرقا للموضوع، مما زاد من حجم إشاعة تلاقى الملك وزوجته التي أصبحت تكبر ككرة ثلج.